توظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي. فوائد استخدام التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي: السرعة والفاعلية والمرونة في اتخاذ القرار بفعل تقنيات المعالجة السريعة للمعلومات، ومن أهمها برامج باوربوينت والإكسل. القوة الهائلة لتقنيات المعلومات في إعداد التقارير ومعالجة كم هائل في زمن قياسي، مما يساعد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. وبنستخدم أيضا برامج مثل الأكسس وبرنامج الإكسل. عمل العروض التوضيحية أو العروض التقديمية، وبنستخدمها لعرض الآراء والأفكار ومناقشتها مع مجموعة من المعلمين، أو عرضها على أولياء الأمور أو الطلاب. تيسير عملية المتابعة وقياس الأداء وتحسينه لتحقيق الجودة في المؤسسة التعليمية، وعن طريق برامج التواصل الاجتماعي بنحقق قدر كبير من التواصل بين الإدارة وبين المعلمين وأولياء الأمور والطلاب. أتاحت التكنولوجيا الحديثة كثيرا من التطبيقات التكنولوجية التي قدمت للمعلمين والتي يمكن أن نستخدمها في مؤسساتنا التعليمية، منها الوسائط الاجتماعية اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، وكلنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، ولكن يمكن توظيف هذه الوسائط الاجتماعية في المجتمع التعليمي لتحقيق أهداف تعليمية للتواصل بين الإدارة والمعلمين وأولياء الأمور. بنك المعرفة المصري بتطبيقاته المختلفة، وهو متاح للمعلم المصري بالمجاني، ويمكن الدخول وعمل حساب خاص بالمعلمين باستخدام البريد الخاص بـ 365 اللي أتاحته الوزارة من خلال الصفحة الخاصة بالمعلم. عندي استخدامات السبورة الذكية في الفصول التعليمية، واللي أتاحت للمعلم والطالب بعدا آخر في التعلم والتكنولوجيا. أيضا لدينا استخدام الآيباد في التعليم، وتطور استخدامه من الاختبارات إلى استخدامه في منظومة تعليمية كاملة، سواء خاصة بالمناهج سواء خاصة بمنصات التعليم الإلكتروني. وفي الفترة اللي جاية هيكون لي استخدامات أكثر وفوائد أكثر إن شاء الله. المشاركة السحابية، يمكن بعد أن ينشأ المعلم بريد إلكتروني أن يدخل على كثير من المواقع التي يمكن من خلالها حفظ البيانات والمعلومات كبيرة الحجم على هذه المواقع، ومشاركتها مع الآخرين لعرض الآراء والأفكار، واستخدامها في أي مكان يتم إتاحة فيه الإنترنت. واتخذنا من استخدام البريد الإلكتروني نشاط رئيسي في مجال توظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي. وقبل أن نتحدث عن البريد الإلكتروني، هنتحدث بسرعة عن متصفحات الإنترنت. احنا مش هيكون متاح لنا الدخول على البريد الإلكتروني او استخدام الانترنت بدون متصفح انترنت. من اهم هذه المتصفحات جوجل كروم، انترنت اكسبلورر، فايرفوكس، اوبر وغيرها. ولكل متصفح اعداداته الخاصة اللي انا ممكن استخدمها لكي اعد لي صفحة خاصة بي تسهل لي عمليات البحث والحصول على المعلومات. إنشاء بريد إلكتروني على الجيميل. احنا اخترنا إنشاء بريد إلكتروني على الجيميل لأن الجيميل أكثر نظم البريد الإلكتروني المجانية استخداما، لأنه مستخدم بكثرة على أجهزة الأندرويد الخاصة بالموبايل. خطوات الإنشاء، بنقوم بفتح صفحة في المتصفحات التي تحدثنا عنها، ونكتب www.gmail.com في شريط العنوان، ونختار أمر إنشاء حساب، ونملأ البيانات المطلوبة لإنشاء بريد إلكتروني،
طبقا للنموذج المعروض أمام حضراتكم. البريد الإلكتروني الذي يتم إنشاءه عن طريق جيميل أو الياهو أو الهوت ميل أو أي بريد آخر مجاني يقوم الشخص بإنشائه بنفسه، هذه تسمى بريد إلكتروني مجاني. يصعب معه التحقق من شخصية من يقوم بإنشائه، لأن أنا ممكن أنشأ أكثر من بريد إلكتروني وبشخص واحد بينشأ أكثر من بريد ببيانات مختلفة. علشان كده الوزارة أتاحت لي بريد خاص بالمعلم المصري على أوفيس 365 اللي هو هيتغير مع قريبا هيتسمى مايكروسوفت 365. خطوات الحصول على البريد الإلكتروني للمعلم: الحصول على البريد الإلكتروني سهل جدا عن طريق ان انا بدخل على موقع الوزارة في الجزء اللي خاص بالمعلم او الرابط اللي مكتوب قدامي اللي هو teacher.amis.gov.eg، وبدخل بيانات المعلم اللي كلنا عارفينها اللي هي كود المعلم والرقم القومي وكلمة المرور، وبلاقي فيه خانة خاصة بالبريد الإلكتروني، وبعد ما بطلع على البريد الإلكتروني وكلمة المرور بفعل البريد الإلكتروني اللي خاص بيا عن طريق الدخول على بوابة شركة مايكروسوفت أوفيس اللي هي border.office.com، وبدخل البيانات اللي حصلت عليها من صفحة المعلم وبفعل الإلكتروني اللي خاص بيا. وبعد كده هنتكلم على إنشاء حساب على صفحة التواصل الاجتماعي. بمجرد ما أنشأت بريد إلكتروني خاص بيا على جيميل أو أي بريد على أي موقع آخر، أو حصلت على البريد الخاص بيا من وزارة التربية والتعليم اللي هو على أوفيس 365، بدخل وأنشئ بريد موقع أو حساب على الفيسبوك للتواصل مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور طبقا للخطوات التالية. بدخل على المتصفح وفي شريط البحث بكتب www.facebook.com وبعمل البيانات بتاعتي وبعمل create an account، وبعد كده بدخل على الموقع بتاعي بعد ما بيتأكد من صحة البيانات. استخدم الفيسبوك ازاي في العملية التواصل بيني وبين المعلمين وبيني وبين اولياء الامور وبيني وبين الطلبة؟ اهم حاجة في عملية هذا التواصل ان انا بنشئ مجموعة على الفيسبوك، مجموعة خاصة بالمعلمين عشان ابعت لهم التعليمات، بحصل منهم على ارائهم وبيكون في مشاركة للاراء خلال هذه الصفحة، وبنشئ كمان صفحة لاولياء الامور عشان اعرف المشاكل اللي بتواجههم، وكمان لو في تعليمات من المدرسة او الادارة بقدر اوصلها لهم بسهولة، وكمان عن طريق الطلبة لو في اي مواضيع او مشاركات يمكن مشاركتها عن طريق هذه المجموعة. بعد ما حصلنا على البريد الإلكتروني اللي خاص بالمعلم من بوابة المعلم واصبح لنا بريد خاص ب 365، اصبحت حاليا خطوات الدخول على البنك المعرفة متاحة وميسرة. بدخل على اي متصفح وبكتب www.ekb.eg وببدأ خطوات التسجيل اللي بيشرحها فيديو ملحق بهذا الفيديو، وبيشرح ازاي بنسجل، واحنا طبعا كمعلمين بنسجل على بوابة الطلاب والمعلمين، ومن خلال التسجيل بيكون كل بيانات بيكون كل المعلومات المتاحة على بنك المعرفة اقدر استخدمها واستفيد بيها.
مع أزمة كورونا وإن الطلاب حاليا مش قادرين يروحوا المدرسة، أصبح لنا منصة تعليمية إلكترونية عن طريق إيد مودو، يمكن الدخول عليها ليس للطلاب فقط ولكن للمعلمين لمتابعة ما يقوم به الطلاب وعمل فصول افتراضية. ويوجد أمامنا الآن خطوات الدخول على هذه المنصة التعليمية، ويتم الدخول عليها عن طريق أيضا البريد الإلكتروني الخاص بالمعلم بأوفيس 365. أتمنى في النهاية أن يكون هذا الشرح مفيد لحضراتكم، وأن احنا نستفيد من المعلومات اللي تم ذكرها في هذا الفيديو، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق ودائماً.